لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ إن زم أمني وسارة ينارسيك نيت فارمنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا عندما ندخل في الإسلام لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بأن تشهد ألا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. تجينا بارنا رواجنا مسؤولنا كريم إلى جيت كنا في الإسلام شيء أفقه جيت كنا في الإسلام وزراتهم جربا من بلا قدون بس مش تؤمن تؤمن بس الله إليان تم في جميع ما يعبد من دون الله تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. Zanu zirare eja tumpuina kuchme Allah Taala dia kumino zan chekino zan zabri zan. وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. عاري أبيتك نمر أمبيو زان فتسميسمين كتبين أخذ الله بريريان. وتشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أرمي جربا كتبين لكو زان فاي محمد تيا فنمكن الله فتستون كزي تنبوين. إذن لابد نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كأني سنزيدا أنتم يتبنى فتارنا تتارم فمن محمد صلى الله عليه وسلم بعفات سيكما نارا أن لا نزيد سورا. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنكون زي توتسيك دي تشيريسنا الله سبحانه وتعالى رسولونا أمني فاتي وانكو بإخلاص محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا الابتداء. الله سبحانه وتعالى دينا نيربا فنراهنا نسردادا فمنان محمد صلى الله عليه وسلم فتصمرون نذاب تحافا. الطريق الموصل إلى الله هو طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. إلهنا زي ما كان من الله سبحانه وتعالى دتوبنا يان دتين زنفان فبنار فمن محمد صلى الله عليه وسلم.